محطتنا التالية ستكون في مدينة مراكش المغربية، وبالتحديد في ساحة جامع الفناء التي تعد قلب المدينة النابض. هذه الساحة أصبحت محجاً للسياح من شتى بقاع العالم لما تقدمه من نشاطات شعبية وفلكلورية مختلفة. وقد أدرجت هذه الساحة إلى قائمة التراث اللامادي الإنساني من جانب منظمة اليونسكو عام 2001. هذه الساحة اللي كانت في الأصل تأسست في عهد المرابطين، كانت في البداية كمركز للمدينة للتسوق، بعدها يعني بعد بالضبط بناء المساجد القطبية صارت قطبا لهذه المدينة، وصارت يعني عندها مهمة أخرى، وأن السلاطين كانوا يستعرضون فيها جيوشهم وقوتهم. الحرفة خلاوها لنا جدودنا، جدودنا من جد لجد. هاد المهنة هي باش عايشين حنا، وباش عيشنا وليداتنا، وباش كبرنا الوليدات والوليدات ولدوا وليداتهم. اللهم لك الحمد، حنا حلايقية تنصوروا هاد المهنة، تنصوروا بها الوليدات الصغار ناس كبار، العائلات اللي جا تنضيفوا حتى هو تيفرح بينا وتيتعاونوا معنا الناس.